برنامج تطوير هالسيارة انطلق من سكاي لاين، والبلاتفورم يلي تم بناء عليها وهي البريميوم ميتشيب انعملت خصيصا لهالسيارة. وإذا ما بتعرفوا، الجي تي آر هي السيارة الوحيدة بالعالم يلي تم استعمال فيها الكربون والألومنيوم والستيل بكل منطقة حسب الحاجة وحسب أي معدن أو أي كومبوزيت بيكون أكتر شيء ملائم. على صعيد الشكل، وهون يمكن أكتر شيء ينسي الحبر، ما رح أعلق بهالفخ وفوت بعملية وصف لأي شغلة ملاقيها حلوة أيها لا. بكلمتين رح أقول أنه في كتير ناس حبت الجي تي آر، وفي تقريبا قدهم ما عجبتهم بالشكل، ولكن الكل اتفقوا أنه بالمضمون السيارة بتخوف. بالمقدمة منشوف الرفاريف قديش منفخة مع فتحات تهوئة بالجوانب، وبتشوفوا الرمز أو العجلات الكبيرة يلي هن من 20 إنش مع 7 سبوكس، وهاللون الجرافايت مميز جدا عليهم وبيعطي لهالسيارة روح رياضية بعد أكتر وإمبريشن بالسرعة حتى هي واقفة. ومنكفي مشوارنا على البروفايل المنطقة الخلفية يلي بتصير أكتر كلاسيكية على الرير أند، ولكن أول ما نبرم ونشوف الجي تي آر من ورا بترجع الأحاسيس بتقوى، خاصة مع المصابيح الدائرية الكبيرة يلي هي أكيد ليد لايتس، بيرد عليهم كمان 2 دول اكزوست من تحت كمان مع هيوج ديامتر. يعني حتى لو معكم سوبر كار سريعة كتير، بس تشوفوا الجي تي آر ماشي قدامكم بتعدوا للعشرة وللعشرين قبل ما تتجرأ أو تدعسوا على التروتل، بما أنه المنطقة الخلفية بهالسيارة هي كتير امبرسيف وبتصير بعد هجومية أكتر بس تمشي العربية. بالانتقال للداخل، إذا بتحبوا الإلكترونيكس والكمبيوتر جيمز، ما في ولا سيارة بالعالم اليوم قادر تقدم لكم يا تعطيكم إياها النيسان. قبل ما نكفي باتجاه سايبر أو ديجيتال أكتر، خليني أخبركم أن المكونات المستعملة هي كلها من جودة كتير عالية، مثل الألومنيوم، الكربون والمعادن المركبة. بس كمان لازم نكون منصفين ونقول أنه عند نيسان تم استعمال كمية من البلاستيك بس بجودة منيحة، ولازم نذكر أنه الجلد الطبيعي كمان موجود وين ما كان، حتى بأصغر المناطق بالداشبورد. كل الكنترولز قراب، وعندكم الامبريشن كأنكم بكوكبت طيارة. منبلش مع سويتشز على المقود يلي من خلاله بتتحكموا بالراديو، تليفون وكمان الكروز كنترول. وورا هالمقود في عنا هالF1 بادلز الكبار يلي مصنوعين كليا من المنيزيوم ويلي هن ثابتين ما بيتحركوا مع ستيرينج. ننتقل على الكونسول الوسطي، وهون منشوف سكرين كبيرة تاكتايل، يعني التحكم فيها باللمس، وهي أكيد مالتي بيربوس، فيها تكون للنافيجيشن، للإير كونديشن يلي هو طبعا ديول أونبورد كمبيوتر، ومن خلاله فيكم تعرفوا كل شيء بتكون إياه من داتا، من ضغط الدواليب وصولا لكل شيء عم بيصير بهالسيارة. وبالجي تي آر السقف إلكترونيا بعد أعلى بكتير من هيك، فبهالمالتي فانكشنال ديسبلاي في عندكم سنسرز وأكسلروميترز جيروسكوبس وعشرات وعشرات من السنسرز ليعطوكم أي معلومة حابين تعرفوها، مثلا زاوية التفاف المقود، نسبة الضغط على دواسة المكابح، الأكسلريشن، الجي فورس، فرونت رير وليفت ورايت، البري سيلكشن تبع الدبل كلاتش جير بوكس، استهلاك الوقود، استهلاك المكابح، الأوقات اللي عملتوها إذا كنتوا عم تعملوا هوت لابس على شي فورمولا 1 تراك أو على شي حلبة سباق، كذا ترمومتر ليعطيكم حرارة السوائل كلها بعلبة غيار السرعات، بالمحرك، بالرادياترز، وحتى فيكم تروحوا أكتر من هيك لتشوفوا جرافيكس عن طريقة إيدتكم، وينعمل ديسبلاي لإنفورميشن شيت كأنه معكم باستمرار شي F1 إنجينير عم بيعطيكم تلامتري عن السيارة. طبعا كل هالديسبلايز فيكم تعملوا له كاستمايزيشن مثل ما أنتم بدكم بعدة بروجرامز وبعدة سيلكشن مودز، وبيبقى الأساس التركيز على القيادة وعلى الطريق. كل هالسيتنجز لازم ينعملوا هي والسيارة واقفة. ميكانيكيا الحديث عن جي تي آر ما بيخلص. المحرك هو من 6 اسطوانات 3.8 لتر، مشحون توربينيا ب 2 توربو، وقادر يولد بين 480 و485 حصان حسب كل محرك. ما تنسوا هو هاند اسامبلد، مصنوع على اليد. التورك بهالسيارة هو 588 نيوتن متر، ومتوفر بين 3200 و5200 دورة بالدقيقة. وحسب خبرتي مع الجي تي آر، بما أنه كنت زبون الأول لهالسيارة بلبنان من سنتين، أي فراكشن أوف سكند بتضلوا فيها بعد 5200 RPM ما قرى طعمة، والبوست بخف، والتورك كمان لازم الشيفتنج يصير ايديلي على 5000. الجي آر 6 جير بوكس مزودة هالسيارة هي دبل كلاتش من تصنيع بورغ وورنر، واللازم تعرفوه أنه علبة غيار السرعات موجودة بمنطقة الخلفية
يعني الترانسميشن بتروح من المحرك بأكسل على الجير بوكس وبتجي بتطلع من الجير بوكس لتوزع الأربع دواليب، اثنين الخلفية واثنين الأمامية. نعم الجي تي آر هي فور ويل درايف. نظام التعليق بهالسيارة هو دامبترونيك من تصنيع بلشتاين، وكمان فيكم تتحكموا فيه إلكترونيا أو بتخلوه عادي أو بتعملوا سيلكشن للكومفورت، وبتكون رياضية وأساوي بالتعليق أكيد بتروحوا على الآر. وما زي عم نحكي عن سويتشز بالوسط بالكونسول والتحكم بالإلكترونيات، فعنا سويتش تاني وهو للتحكم بسرعة الغيار، فيكم تخلوه عادي وفيكم تروحوا على الآر ليصيروا الجير شيفت بعد أسرع ويتماشوا مع السوبر درايفينج. إذا حابين تروحوا إكستريم بعد أكتر تعملوا سيلكشن للفي دي سي على الآر بوزيشن، وهون السيارة بتصير مور تولرنت، يعني فيكم تروحوا سايدويز وتعملوا دريفتس. أما بس يشعروا السنسورز أنه بلشتوا تفقدوا السيطرة بيتدخل الفي دي سي بيرجعكم على المسار وبشكل كتير سريع وكتير إفشنت، وما بيجرحكم شعوركم بما أنه الانترفنشن بتصير صحيح شاربلي ولكن بشكل سلس. وإذا كل هالقصة ما بتكون إياها بتحطوا الفي دي سي أوف، بيصير في عندكم بيست بين إيديكم، إذا أنتوا قدوا تنبسطوا كتير بالإيادة ولكن إلكترونيات غايبة كليا. هيدي إياها النيسان جي تي آر، واليوم في عنا إديشن منها بعد مطورة أكتر وهي سبيك في مع كاربون فايبرز أكتر، تخفيف بالوزن وتأدية أحسن، ولكن بالإجمال هيدي إياها السيارة اللي وجعت رأس أكبر الصانعين بالعالم، ألمان كانوا أو أوروبيين بالإجمال. بس في إلكن أنه على مدى 3 سنين النيسان جي تي آر كانت الكبوس تبع بورش، بما أنه أسعار سيارات صانع شتوتغارت خاصة 911 توربو هي صحيح أغلى بكتير، ولكن الأقرب على سعر الجي تي آر بما أنه المقارنة مع فراري ولامبورغيني كتير بعيدة بالسعر، بحق أرخص فراري وأرخص لامبورغيني فيكن تشتروا 3 جي تي آرز، وهيدا عامل لعب كتير كتير منيح لصالح السوبر كار الياباني. حكينا كتير عن هالجي تي آر، صار لازم تعيشوا الأجواء بنفسكن، طلعوا حدي. هيك بتدور الجي تي آر؟ عايشكم فيلينج 0-100، نحط كل البروغرام على الريس. مية بثلاثة فاصلة سبع ثواني. بالجي تي آر عنا 6 سبيد دبل كلاتش فور ويل درايف توين توربو 3.8 ريجولر 485 هورس باور، انما هون عندنا اراوند 650. شوفوا الرياكشن كثير سريعه السياره، اكستريم بريكس. النيسان جي تي ار بدها تتوقف من سرعه 100 كيلومتر بالساعه لصفر 30 متر بس بسبب برامج كثير فعالين. بالبروجرام ار يعني عندنا تراكشن كنترول على الريس، الجير شيفت على الريس، وكمان سسبنشن على الريس. بتصير قاسي السيارة كتير خارج النوع من الطرقات. إذا بتحطوا الـ VDC off بصير عندكم بعد كمان possibility للونش كنترول، بس بخسروا الورنتي. هذا ويك بوينت للسيارة لأنه بيشتهي السيارات بده يسوقهم، وقال له شو كان بدنا باللونش كنترول أصلاً.